لقد عاد من جديد. ما كانش ينفع اروحش، ما كانش ينفع اضرش. قتله الشغف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة، قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة من قلب الرعب. لا انا موتش. لا نادر فودة، نادر فودة من قلب الرعب. نادر فودة، قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة. دلوقتي جه ميعادنا مع الحلقة التانية من رواية نادر فودة العين التالتة. وعايز بس انوه ان احنا دي الرواية المقروءة واللي حولناها لرواية صوتية. قبل ما ندخل في تفاصيل الجزء التاني، احنا مش هنستعرض حاجات حصلت من الجزء الاولاني، احنا هندخل فورا في الحلقة التانية والجزء التاني من رواية نادر فودة العين التالتة. فلو ما سمعتش الجزء الاول والحلقة الاولى لازم تسمعها، لاننا هندخل في تفاصيل على طول، فممكن تتوه جدا لو ما سمعتش الحلقة اللي زعناها امبارح. الكائن كرر كلامه وقال: باسم أعضاء المحفل العظيم نمنحك الآن ختم العين الثالثة. باسم أعضاء المحفل العظيم منحناك العين بصورة مبدئية. إما أن تكمل وتتجاوز كل المحافل ومنها تتحرر من عبوديتك، وإما أن تخل بأحد المحافل والعهود فتفقد كل شيء وتعاقب. ثلاثتنا وافقوا على منحك المعرفة، ثلاثتنا وافقوا على انضمامك. فلا تحزن ولا تحزن العين الثالثة، هنيئا لك إذا رافقتك العين للأبدية وأصبحت من الخالدين. ومع تكرار كلامه بدأ صوته يبعد ويبعد ويبعد ويبعد. أنا نادر فودة، طبعا أكيد عارفيني، الصحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة اللي بدأت مغامرتي واكتشفت أن أنا بدخل كيان أعتقد أيقنتم بشكل أو بآخر هو كيان إيه. أنا حسيت إن الألم بيقل تدريجيا، وحسيت إن المكتفيني سايبني. فتحت عينيا بصعوبة شديدة وسمعت نفس الصوت لكن مش شايف الكائن. جيت أتكلم صوتي مخرجش. كمل كلامه وبدأ يقول: إحنا عارفين إنك مشتت يا نادر ومش فاهم. مبدئيا إحنا بنشكرك على إنك وافقت على المحفل وإنت مش عارف، ودي في حد ذاتها ثقة فينا بنعتز بيها، ومكافئتها هتلاقيها فورا. لازم تعرف ان كل عمل بتأديه للعين المكافأة بتكون فورية وعظيمة. اسمح لنا ان احنا نختار لك المكافأة المرة دي. اما عن الباقي، احنا مين؟ احنا تقدر تسمينا كيان قديم اقدم من البشر نفسهم. احنا تواجدنا مع الجن في نفس الوقت، وكنا مستقلين عنهم وهم كمان مستقلين عنا. احنا اللي هربنا بعد الملائكة ما نزلت على الارض بتكليف سماوي، نزلت موتت معظم عشائر الجن على الارض قبل خلقكم، حربوهم وموتوا الجن، موتوا كتير تمهيدا لخلقكم انتم، علشان انتوا اللي تحكموا الارض. اثناء خلق ربكم لابوكم ادم كنا خلاص فقدنا الأمل، وبدأ كتير منا ينتحروا إلى أن عصى إبليس ربه وتمرد. فكانت فرحتنا لا توصف، خصوصا بعد ما سمعنا أخبار عن طرد إبليس من الجنة. بدأنا نراقبه في صمت، وخصوصا أنه كان بيدور على الجن المستخبي والهربان. والآن إحنا ما كناش زي الجن الضعيف واللي ما هيصدق أنه يكون تابع لإبليس، فكان القرار. أرسلنا مندوب منا لإبليس وطلبنا منه إننا نتقابل فورا.
في الحقيقة الأول إبليس استخف بينا وكان فاكر إننا هنتبعه زي الباقيين، لكن بقوة العين اكتشف إن إحنا جن وفئة أخرى من الجن، بس لازم يتعمل لها 1000 حساب. وهنا كان الاتفاق إنه يترك لنا من يسعى للانضمام لينا وما يقربش منه هو أو أعوانه، وفي المقابل يصبح زعيما شرفيا لينا، يحضر كل المحافل والمناسبات الكبرى، لكن ما ينساش أبدا الكلمة دي، إنه شرفي. شرفي بمعنى إنه لا سلطة عليه علينا ولا ليه حكم علينا. ولأن إبليس يا نادر كان ولا زال مريض بالنرجسية والكبر، فكان ده شيء بيسعده جدا، وأصبح الشيطان هو الرئيس الشرفي للمجالس والمحافل بالكامل. أعتقد إنك فهمت جزء كبير من الحقيقة يا نادر. بس انتوا استفدتم ايه من كل ده؟ استفادتنا كتيرة جدا، البقاء، القوة، السلطة، السيطرة، والسيطرة على كل التابعين الى ان يأتي الوقت ونحتل الارض وما عليها ونهدم الناموس الكوني المزعوم ونهلك من في الارض ومن في السماء. ازاي يعني؟ ايه العك اللي بتقولوه ده؟ ربنا لو عايز ينهيكم هينهيكم في ثانية. هو انتوا ايه، مش خلقت ربنا؟ اذا كنتم اختفيتوا وقت الملائكة ما نزلت فكل ده برضو بمشيئة ربنا. انت كلامك بيناقض نفسه. بيعجبني نقاشك يا نادر، على العموم هي نقطة خلافية وقدامك محافل كتير للمناقشة. انا ايه استفادتي وايه المطلوب مني؟ استفادتك الاولى طلب المعرفة اللي انت طلبته وبدأت بالفعل تحصل عليها، معلومات عن عالم عمرك ما كنت هتسمع عنه غير في الاساطير. اما عن المكافأة فانت اللي بتحددها، انت اللي بتطلب وانت اللي هيجاب كل مطالبك، كل ده مقابل الولاء للعين ولطلباتها، طلباتها اللي انت هتعرفها في وقتها. وانت بالفعل نفذت اول طلب ودخلت المحفل دون نقاش او جدال. العين مهتمة بيك جدا جدا يا نادر. وليه انا بالذات؟ لان انت طلبت المعرفة. اي حد بيوصله تطبيق مؤخرا او حتى زمان باي شكل من التواصل قبل ما يكون في المحمول وخلافه، كان في طرق اخرى، كان في وثائق، كان بيوصل له حاجة اسمها المرسوم، وكان بيقرأ، كانت العين بتدرس موقفه كتير جدا. خلينا اقولك بالارقام نتائج البشر اللي ما تغيرتش كتير. 90% من البشر بيطلبوا تنفيذ امنيات، منهم 60% امنيات دموية، انتقال، قتل، سفك دماء، 30% طلبات دنيوية تافهة، ما بين زواج، إنجاب، شفاء. بيتبقى من 100% نسبة 10% بيطلبوا المعرفة، وإنت منهم. مع إن 90% لو طلبوا المعرفة كانوا في الآخر هيحصلوا على كل اللي عاوزينه في النهاية، لكن النفس البشرية حقيرة. بس حي، إنت مش منهم. طب أنا إيه دلوقتي المطلوب مني؟ ولا حاجة، استمتع بالمكافأة وانتظر انعقاد المحفل القادم وطلب العين الجديد. الكائن قال ده ولقيت التلات شباب بيحطوا الميدالية في الصندوق وبيقفلوه، وغادروا القاعة في هدوء وفتحوا باب الشقة وخرجوا. أما عن التلاتة اللي كانوا قاعدين ووراهم الحراس المخيفين، اتفتحت الحيطة اللي وراهم وتحركت الكراسي بيهم للخلف ودخلوا جوه الحيطة واتقفلت وراهم، وكل حاجة اختفت ورجعت صالة بيتي لوضعها الطبيعي. بعد كل اللي حصل قعدت على كرسي في الصالة بحاول استوعب الموقف والتفاصيل الكتير اللي سمعتها وشفتها، اكتر من استيعاب واكبر من استيعاب اي بني ادم. انا حاسس بألم في راسي رهيب جدا مكان غرس الميدالية. دخلت الحمام، فتحت حنفية الحوض على دماغي، نزلت الماية المتلجة الساقعة على دماغي، رفعت وشي وبصيت في مراية الحوض وبصيت فيها، شفت واحد
من أكتر الأشياء المرعبة في حياتي. لقيت إن أنا بقى عندي تلات عينين، أيوة تلاتة، العين اليمين والعين الشمال وعين تالتة في النص من فوقيهم الاتنين في نص جبهتي بالظبط. ما كانتش عين مطبوعة ولا مرسومة ولا وشم، دي كانت عين حقيقية حية ملهاش جفن، مفتوحة على طول، واسعة مخيفة، بتبصلي في المراية نظرة رهيبة ملهاش وصف. حطيت صباعي بالراحة عليها، حسيت كأنها عضو من أعضاء جسمي. فضلت زعق وأقول ودي خبيها ازاي، هخبيها ازاي، احنا ما اتفقناش على كده وانها تكون ظهرة، انتوا كده بتحكموا عليا بالحبسة والسجن الابدي، احنا ما اتفقناش على كده، محدش منكم قال لي ان البتاعة دي واللي مش عارف لازمتها ايه انها تكون عين حقيقية وحية في راسي، همشي في الشارع بتلات عينين، يا نهار اسود، هواجه الناس ازاي. دي كانت شقرة سودة ومنيلة بستين نيلة، دي كانت ليلة مهببة ومنيلة بستمية نيلة، منك لله يا زهر، منك لله يا بعيدة. خرجت في البيت زي المجنونة، لف وزعق في كل أوضة شوية، بقيت كل شوية روح أبص على وشي في المراية، يا نهار اسود يا نهار اسود. جريت فتحت باب الدولاب وبصيت في المراية، يا نهار اسود ومنيل، ده بجد، ده مش تهيؤات. فضلت أقلب في هدومي كلها، وقعت هدومي ورميتها كلها في الأرض بدور على كاب كنت شاريه الصيف اللي قبل اللي فات تقريبا، خدت ووقفت قدام المراية ولبست وفضلت أنزله وشده لقدام على جبهتي علشان أداري المصيبة اللي طلعت لي، وخباها فعلا خباها. قلعته وحطيته على الكومودينو وحطيت راسي على المخدة وغمضت عشان أنام. ايه ده، ودي ما بتغمضش ليه، أنا أصلا مش شايف بيها حاجة. يا جدعان انتوا يا بتوع المحفل، انتوا اديتوني عين بايظة ولا ايه، انا مش شايف بيها، هي موجودة ومش شايف بيها حاجة، هي عمية ولا ايه، دي ما بتشوفش. قررت انام، يمكن اصحى الاقيها غارت، او كل ده يطلع وهم ولا كابوس، دماغي مفيهاش غير الامنية دي. قطع حبل افكاري قبل ما انام صوت باب اوضتي بيتفتح، قمت قعدت لقيت نور اصفر شديد جاي من بره، والاوضه نورت من شدته، غمضت عينيا من شده النور. اللي حصل بمجرد ما غمضت عينيا من شده النور، شفت بالعين الثالثه، ايوه بالبلدي كده اشتغلت، شفت نفس شكل العين، ملامحها أوضح لأن حجمها كان كبير جدا. تحول المشهد وشفت كائن ضخم هو نفس اللي شفته في الفيديو في الحلقة الأولى، لو ما سمعتوهاش ارجعوا لها، وهو نفس اللي شفته في المحكمة بصورة غير واضحة، كائن بعين واحدة شبه السايكلوب اللي كنا بنشوفهم في أفلام زمان زي فيلم جيسون The Gods of War، العين نفسها بتتوسط جبهته. فتحت عناية تاني لا إراديا، شدة النور كانت هتحرقهم، قفلتهم بسرعة، وهنا فهمت، هنا فهمت إن أنا لازم أستخدم العين التالتة بس. فضلت مغمضهم وبشوف من خلال العين التالتة اللي الإضاءة الشديدة وكل ده مش بيقلمها خالص. اتحرك الكائن ده ناحيتي ومد إيده ناحية وشي وحطها على العين التالتة، وخرج من ايده نور شديد مصحوب بحرارة رهيبة، تحولت لبرد وصقيع بشع، واذا بالرؤية بالعين التالتة تبقى حادة جدا. الكائن اتكلم وكان صوته اشبه بالنبضات اللي بتخترق كل جسمي، وقال العين الثالثة الان سترى من خلالها المحجوب، ستكتشف من خلالها ما وراء الستار، ستخترق بها كل عوالم الظلام العميقة، تحلى بالقوة والشجاعة وكن على قدر المسؤولية، إن العين أعجبت بك وآمنت بك فلا تخذلها، وفي المحفل القادم سترى أكثر وأكثر، إن اليوم هو أول مكافآت العين لك،
فلتنم الآن ولنلتقي قريبا. وبعدها الدنيا ظلمت. صوت المنبه هو اللي صحاني، المنبه التقليدي القديم اللي لسه متمسك بيه الحقيقة. سكت وقمت قعدت على السرير شوية، بعدها قمت نطيت. أيوه نطيت، جريت لأقرب مراية وأنا كل أمل إن أنا لقيها مش موجودة ويكون ده تخاريف أو كوابيس أو أحلام معتادة، لكن للأسف موجودة. شكلها اتغير، في الأول كانت شبه عناية الاتنين بالظبط، لكن دلوقتي بقت شبه العين اللي كانت في صندوق الذهب اللي طبعوها على جبيني. عين محاطة بخطوط متناثرة حواليها وأشعة، عين شكلها قريب من عين شفتها وقريت عنها كتير. مش حابب أجيب سيرتها على الأقل دلوقتي، مش عايز أسبق الأحداث لأني ما عنديش أي دليل علشان أشتتكم وأشتت نفسي وأقول إن دي عين الماء. ولا بلاش. فطرت وغيرت هدومي ولبست الكاب ونزلته على قرتي كده قد ما أقدر، ورحت الشغل وكنت باصص في الأرض عشان محدش يلاحظ المصيبة اللي أنا فيها. فتحت باب المكتب، دخلت لقيت شباب الجورنال كلهم واقفين وزعقوا وصرخوا مع بعض في وقت واحد وبيقولوا لي مبروك. وقفت وانا مش فاهم في ايه، وخايف ارفع وشي اكتر يبان حاجة من العين التالتة. في ايه يا جماعة؟ في ايه مالكم؟ لقيت رئيس التحرير جه ومعاه ورقة وفردها وبدأ يقرأ منها. قررنا نحن مجلس ادارة جريدة عمق الحدث تخصيص مكتب خاص ومنفصل للاستاذ والزميل العزيز نادر فودة، وتعيين سكرتيرة خاصة بي تساعده في تنسيق كتاباته ومقالاته وتتلقى رسائل متابعيه، وقررنا أيضا زيادة راتبه لما قدمه للجريدة طول فترة عمله السابقة، حيث أن الجميع يشهد للزميل نادر فودة بالتفاني في العمل والإتقان والبحث دوما عن كل جديد والسعي وراء ما يجذب القارئ حتى لو كلفه ذلك استقراره وراحته الشخصية والنفسية. فوجدنا أن الزميل نادر فودة يجب أن يكون مثالاً يحتذى به من الجميع في العمل بهذه المؤسسة المحترمة والعريقة، ولك منا جزيل الشكر والاحترام. رئيس التحرير خلص الجملة دي من هنا والدنيا اتقلبت هيصة وتسقيف وزينة بتفرقع في وشي، وأنا زي ما أنا لا عارف أفرح ولا عارف أبتسم ولا عارف حتى أرفع راسي لفوق علشان أشكرهم. واحد زميلي مايل عليا وقال لي مالك يا نادر، انت محبط كده ليه يا ابني؟ يا ابني انت ترقيت ومرتبك كبر وبقى ليك مكتب لوحدك. انا بس متفاجئ والله مش اكتر. وبعدين ايه البتاع اللي على راسك دي؟ حد يلبس كاب على قميص وبنطلون كلاسيك؟ مش هتبطل بقى شغل الكفر بتاعك ده؟ واذا به بدون اي مقدمات قام ضارب الكاب من فوق راسي وشايله ورميه بعيد. انت بتعمل ايه؟ عملت ايه؟ الزعيق اللي زعقته سمع الجورنال كله، وبعد الهيصة والدوشة اللي كانت موجودة كله سكت، كله ما بينطقش. ببطء رفعت راسي وبصيت على وشوشهم وانا في منتهى الرعب وهم في منتهى الفزع. عمري ما هنسى شكل وشوشهم وهم مبرقين ليا، ملامحهم كانت كفيلة تشرح كل حاجة. انتوا متخيلين؟ فوق الخمستاشر موظف كلهم شايفين وحش مسخ بتلات عينين، شايفين زميلهم اللي تحول في يوم وليلة لمسخ دمهم. انا حطيت ايدي على عين التالتة وكأني بخبيها منهم وانفجرت في العياط. حرام عليكم، حرام عليكم، انا ماليش ذنب، انا صحيت معرفش ده حصل لي ازاي، انا معرفش ليه قلعتني الكاب ليه. كانت اول مرة اضعف بالشكل ده قدام الناس. انا مش بحب انهار ولا ابان ضعيف او ابكي قدام حد. قعدت على الارض في مشهد درامي وفضلت باصص في الارض، لقيت رجلين بتقرب مني. كان رئيس تحرير جورنال عمق الحدث
نزل قاعد جنبي وطبطب على كتفي وقال لي: مالك يا نادر؟ في ايه؟ رفعت وشي وانا لسه مخبي العين التالتة بايديا وقلت له: في ايه؟ وفي اكتر من اللي انا فيه. انت رد فعلك غريب قوي يا نادر، هو احنا ضايقناك لما اتعمل لك الاحتفال ده والتكريم؟ احتفال ايه؟ انت مش شايف ولا ايه اللي انا بقيت فيه؟ بقيت ايه؟ انت بقيت اعلى من الكل في المنصب والمرتب. ايه يا نادر؟ انا مش فاهمك بجد. نزلت ايدي من على عيني التالتة بحذر، وانا ببصله وبراقب عينيه وبراقب رد فعله، لقيته ما قبداش اي رد فعل. هو انت مش شايف اي حاجة غريبة في وشي؟ حاجة زي ايه يا نادر؟ مش واخد بالي يعني. وشك ايه يعني؟ وشك زي الفل اهو. امال انتوا بتبرقولي كلكوا ليه كده؟ ردت واحدة زميلتي وقالت: انا عن نفسي لما انت صوتت وصرخت انا قطعت الخلفة يا نادر، عايزنا ما نبرقش ونخاف. انا هتجنن، هما مش شايفينها؟ معقوله هي اختفت ولا ايه؟ جريت قمت بصيت على انعكاس صورتي في ازاز شباك المكتب، لقيتها موجوده. ده معناه ان محدش شايفها غيري، محدش حاسس بيها غيري. شكرا شكرا للي انتوا عملتوه. اصل انا لما بفرح واتفاجئ بعمل حاجات غريبه. انا اسف جدا يا جماعه، والله العظيم تقريبا من كتر شغلي مع العفاريت مخي لسع. يلا نهايس تاني. شكرا يا فندم، شكرا ليكم، شكرا، كتر الف خيركم. انتوا ساكتين ليه؟ ما تيجوا نحتفل تاني. ايه في ايه؟ الكل واقف ساكت ولسه مبرقين ومش فاهمين حاجه، وبداوا ينسحبوا من المكتب واحد ورا التاني وبيبصوا لي بصة اللي هو: انت مجنون يا ابني؟ وسابوا على المكتب تورتة كبيرة كانوا ناويين يعني يحتفلوا بيها وناكلها سوا، لكن الكل مشي واذا بي اكون الوحيد في المكتب. لقيت واحدة واقفة بعد خروج الكل وشها اصفر ومرعوبة وحرفيا بتتنفض من الخوف، وقالت لي: انا ساندرا، انا سكرتيرة حضرتك الجديدة، في حاجة اقدر اعملها لك؟ كان واضح انها مرعوبة من اللي انا عملته. طمنتها واعتذرت لها على الموقف وطلبت منها ترجع برا مكتبها ولما احتاجها هكلمها. وفعلا خرجت ساندرا سكرتيرتي الجديدة بعد ما انا بوظت الاحتفال. كده كلام العين حصل، كده المكافأة حصلت، وبغبائي بوظتها. بس لا، مش بغبائي، مهم ما فهمونيش ان العين التالتة محدش هيشوفها غيري. طلعت ورق وبدأت اكتب كل اللي حصل، كل اللي حصل امبارح وكل اللي حصل النهاردة بالتفصيل. وكلمت ساندرا وقلت لها: ساندرا، هديلك كام ورقة تكتبيهم على الكمبيوتر وخليهم عندك، وكل يوم هنضيف عليهم حاجات جديدة. باب المكتب اترزع واتفتح بعنف، واذا بضوء رهيب اجبرني اغمض عيني. وكانت الصدمة نفس الكائن ذو العين الواحدة، شفته بعين التالتة ومد ايده ناحيتي. كل الورق اللي كتبته طار من قدامي، ولقيته بيتكلم بغضب وقال لي: ليس مسموحا ان تكتب عن المحكمة وعن العين التالتة، هذا انذار اخير، ستفقد كل ما منحناك، لن نحذرك مرة اخرى. الكتابة عن الخسارة، والخسارة فادحة. وقفل الباب وخرج. وهنا أدركت إن الكتاب عنهم يعني الموت أو الهلاك. خلصت شغلي، رحت البيت، نمت مباشرة من التعب. صحيت بعد شوية مش فاهم إيه اللي صحاني. كانت الأوضة غرقانة في ضلمة ملهاش نهاية. خدتلي كام ثانية لحد ما استوعبت أنا فين، وكام ثانية لحد ما فهمت أنا صحيت ليه. كان في صوت خدش غريب. مديت إيدي لزرار الأباجورة اللي جنبي وحاولت أنور النور، بس مفيش حاجة حصلت. ضغطت على الزرار كذا مرة بدون فايدة، ضلمة.
تجاهلت الصوت. وحاولت أكمل نوم بس الصوت عالي. مديت إيدي ومسكت موبايلي وفتحت الكشاف وحركته في الأوضة كلها. مفيش حاجة. صوت الخدش موقفش. ده زاد. لدرجة إن حسيت إنه كأنه فوق راسي. وساعتها بس فهمت. الصوت فعلا كان من فوق راسي. وجهت كشاف الموبايل لفوق، شفت مخلوق شيطاني زي العنكبوت، عنكبوت كبير لازق في السقف، ليه ما يشبه راس بني آدم، ليه 8 عينين في راسه وباصص ناحيتي. الموبايل اتطفى والأوضة غرقت في الضلمة. وبعد شوية حسيت بالشيء ده بيزحف من على السقف جنبي وبينزل تقريبا على السرير. وبدأت أحس بيه بيقرب، وبحس ببرد رهيب بيزيد مع كل ثانية بيقرب فيها مني. وسامع صوت زحف رجلي العنكبوتية وهي بتخدش في كل مكان بتدوس فيه. قطع كل ده صوت الموبايل ونفس الرنة الغريبة. وفي نفس اللحظة النور رجع تاني ومفيش أثر لأي شيء. أكيد دي رسالة منهم، والأكيد أكتر إن اللي أنا شفته كان زي تنبيه منهم أو ده زي المنبه. وفعلا كان تفكيري صح لما فتحت الموبايل، ظهر لي رسالة جديدة مكتوب فيها: الزمان بعد ساعتين من الآن، المكان قصر البارون، الحدث المحفل الثاني. وضلمت الشاشة. فضلت قاعد متردد مش عاوز اروح. هيحصل ايه يعني؟ هبقى اقول راحت عليا نومة. وترميت على السرير ورجع الموبايل يرن نفس الرنة الغريبة. فتحت لقيت فيديو ليا حالا وانا في الأوضة، وانا قاعد زي ما انا دلوقتي على السرير، والكاميرا كأنها بتصورني، كاميرا خفية مش موجودة، اتحركت تحت السرير وصورت. شفت ما لا يقل عن 100 تعبان شكلهم بشع، وهم ملفوفين على بعض ومتداخلين بألوان مختلفة، اسود وبني واصفر واحمر. ورجعت الصورة جابتني وانا قاعد على السرير. كنت شايف نفسي وانا ماسك الموبايل زي ما انا ماسكه دلوقتي. رفعت ايدي اليمين في انعكاسي، رفع هو كمان ايده اليمين، رفعت راسي وحركتها يمين وشمال، حصل ده برضو في الفيديو. نزلت ايدي فنزل ايده. ده معنى ده ان ده تصوير حقيقي مش وهم. في صورة انعكاسي نزل من السقف تعبان على السرير، لكن في الحقيقة منزلش. في انعكاسي نزل وراه تعبان تاني وتالت ورابع. انعكاسي بص للسقف فإذا بما لا يقل عن 1000 تعبان وقعوا عليه وغطوه بالكامل. نام على السرير، فضل يصرخ ويتنفض ويتلوى على السرير، وانفجرت نافورة دم من جسمي في الصورة، وصرخات ومنظر بشع. حسيت بكهربا بتضرب في جسمي كله. أيوة، في جسمي أنا. والصورة وقفت على مشهد الموت واتكتب على الشاشة: لست مخيرا، المحفل يعقد لأجلك أنت، ما رأيته سيحدث لك إن لم تتحرك خلال 20 ثانية. وتحولت الشاشة لعداد كاونتر بيعد تنازلي: 20 19 18 17 16. قمت نطيت من على السرير، نطيت حرفيا جوه الهدوم وانا عمال ابص على التليفون. كنت بلبس الجزمه والعداد مكمل: 4 3 2 1. ومع الرقم 0 لقيت تعبان اسود وقع من على السقف على السرير. المره دي بجد مش في انعكاسات. وفضل يلف على السرير وكانه بيدور على الفريسه بتاعته. فتحت الباب وطلعت اجري من الاوضه بدون تفكير، وطلعت من الشقه ونزلت اجري
وقفت تاكسي وطلبت منه أروح مصر الجديدة عند قصر البارون. بالمناسبة الفترة اللي حصل فيها دي كانت قبل تجديدات قصر البارون، يعني لا كان في تجديدات ولا في حراسات ولا أي حاجة، مهجور كده وخلاص. فضل السواق يرغي 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 ويجيب كلمة من الشرق على كلمة من الغرب، وأنا رد عليه كلمة وعشرة لأ، لحد ما قال لي: هو حضرتك نازل فين؟ عند القصر نفسه يعني؟ أيوة عند القصر، عندي معاد فيه. يا باشا القصر ده ما فيهوش مكان للمقابلات. يا سيدي ريحني وديني وخلاص. فهو تغيير. قلت لي بس اوعى تكون منهم. اكون من مين؟ عبدة الشيطان بتوع زمان، دول كانوا بيجوا هنا يحضروا عفاريت ويعبدوا ابليس. كان واحد منهم ابن الممثله اللي اسمها وس ولا مش فاكر اسمها ايه، وكذا حد تاني. دي كانت فضيحه كبيره، قبضوا على ناس كتير فيها، وكان فيها ولاد فنانين تانيين وناس مهمين قوي، وكانت اعمار العيال اللي 17 سنه واللي 18 واللي 20، وكانوا هيجوا هنا ينيلوا الدنيا على الاخر. واتقبض عليهم وخرجوا، لان معظمهم كانوا احداث ومش فاهمين بيهببوا ايه. بس عارف الغريب بقى يا باشا؟ ان القصر فضل كان بيحصل فيه حاجات غريبه كتير بعدها. كذا مره الداخليه جت ودخلته وما تلاقيش حاجه، ناس تقول لك القصر ده اتسكن، وناس تقول لك ان هم حضروا شياطين وما صرفوهاش قبل ما يتقبض عليهم، وناس تقول لك ان جماعات شيطانيه بتروح تمارس فيه طقوس، وناس تقول حاجات غريبه، واللي يقول لك حاجه اسمها الماسونيه. ده الواحد سمع يا باشا حاجات كتير. نزلت من التاكسي ووقفت قدام قصر البارون، وواضح جدا ان دخولي بشكل رسمي او حتى ودي هيكون مستحيل. فكان الحل الوحيد هو رجوعي لأيام شقاوة المدرسة. مش معنى أنه مهجور إن مفيش أمن، لا فيه، طلع فيه. رحت عند منطقة جانبية من السور كانت مكسور منها جزء كبير، وطلعت عليه بعد ما اطمنت إن مفيش حد واخد باله، لا أمن ولا حد في الشارع. نطيت واتسحبت بالراحة زي الحرامية في الجنينة لحد ما وصلت عند القصر نفسه. وقفت عند باب خشب قديم للقصر مقفول ومكسور منه جزء كبير يعديني من خلاله، ودخلت منه بالفعل. نورت كشاف الموبايل، المنظر كان كالتالي: الأرض مليانة أزايز متكسرة، أزايز بيرة، والحيطان عليها أسامي ناس. كان واضح إن اللي بيدخل هنا بيسيب كالعادة ذكرى باسمه، بغض النظر إنه هيشوه المكان الأثري ده أو لأ. البهو كان صغير، وفي باب خشب كبير جانبي من بتوع زمان مقفول، وفي سلم داخلي لحوالي يجي 3 أدوار للقصر. طب أنا مش عارف هعمل إيه. قعدت على السلم بقى مستني يحصل حاجة، والقعدة شكلها كده مطولة. حاجة قالت لي: باب الأوضة ده أكيد ليه علاقة بأي حاجة. وقفت قدامه، لقيت مقبض للخبط على شكل قبضة إيد حديد، خبطت بيه مرة. سمعت حاجة زي همس جاي من جوه، خبطت بيه تاني وتالت. بعد شوية سمعت صوت قفل الباب بيتفتح من جوه، واتفتح الباب. لقيت واحد من الـ3 شباب اللي كان معهم الصندوق في المرة اللي فاتت في المحفل الأولاني بيفتح لي، وعلى وشه ابتسامة ترحاب، ويشاور لي بإيده إني أدخل. كانت الأوضة خرابة، لقيت جاب لزقتين لونهم أسود وقفل بيهم عناية، وطبقت العين التالتة، وشفت نفس القاعة السابقة بتتكرر من جديد، والتلات رجال الكبار اللي جالسين على كراسيهم، ووراهم نفس الكائنات المخيفة، وكرسي موجود ليا قدامهم، والمرة دي في كرسي كبير جدا على جنب. دخلت ودار الحوار بيني وبين اللي قاعد في النص كالآتي: حصلت على المكافأة الأولى، وانتهى المحفل الأول، اليوم يبدأ المحفل الثاني. اليوم تحصل على مزيد من المعرفة، اليوم يوكل إليك أولى المهام. الأول أنا عاوز أسألك سؤال، وعاوزك تكلمني كلام أفهمه بالعامية كده، أنتوا مين؟ سألت قبل كده السؤال ده وحصلت على الإجابات، وبعد كده فهمت أكتر من حارس العين. برضو ما فهمتش. علشان كده في محافل السجائل كتير هتفهم منها أكتر. العين دي بتاعت الماسونية صح؟ انتوا الماسونية،
وعايزين تضموني ليكم. الراجل بصلي باندهاش وسكت شوية وبص للاتنين اللي حواليه ومردش. فجأة اتفتح الباب من جديد ودخل نفس الكائن وحيد العين السايكلوب، وأول ما دخل كلهم وقفوا، وقام قاعد على الكرسي الكبير الفاضي وقال: سمعت أسئلتك، أنا حارس العين ومش مصرح ليه أتكلم غير في المعلومات اللي هي بتديها لي. لو أنت تعبت نفسك وقريت شوية هتعرف إننا غير الماسونية، إحنا كيان موازي ليها، إحنا كيان أرقى منها. وأنا مش مقتنع، أنا مصمم إنكم بتكذبوا وإنكم الماسونية. تجاهل حارس العين كلامي وقام وقف وقال: العين تولد انعقاب المحفل الثاني. دخل الثلاث شباب ومعاهم شاب ملبسينه لبس غريب جدا زي لبس الرومان بتاع زمان، وكان على وشه كيس قماش ابيض. رفعوا الكيس القماش فاتفاجئت انه زاهر. زاهر ده رئيس قسم الحسابات في الجورنال عندنا. ايوه في عمق الحدث. زاهر انت بتعمل ايه هنا؟ هما حققوا لي اللي طلبته، والنهارده جاي علشان احضر محفل جديد واوصل لمرحله اللاعبوديه زيك يا نادر. حارس العين ابتسم وقال لي: زاهر غيرك تماما، ما طلبش المعرفه اللي انت طلبتها. زاهر جاي النهارده لمحفله الاخير. محفله الاخير هو محفلك التاني، هتنفذ حكم المحفل التاني وبعدها يتحقق لك ما تتمنى. والمطلوب مني ايه؟ مش فاهم. لقيت واحد من الشباب التلاتة جاي معاه صندوق فضي لون مستطيل الشكل، فتحه كان مبطن بقماش قطيفة اسود، ولقيت جواه خنجر فضة مرصع باحجار كريمة باين عليه انه حاجة اثرية وقيمة جدا. زاهر قال لي: يا نادر ساعدني احصل على المحفل الاخير، ارجوك اتمنى انك ما تخزلهمش وما تخزلنيش. انت مجنون؟ فوق يا زاهر، انت فاهم هم عايزين مني ايه؟ ملهاش معنى تاني، عاوزين نموتك يا زاهر. ده مش موت يا نادر، كل دي طلعت حاجات مزيفة. هنا مفيش موت، هنا في خلود ابدية. انت مش متخيل انا دلوقتي ثروتي بقت 4 مليون دولار. بس ده مش كفاية، احنا لازم نبقى اغنى اغنياء العالم يا نادر. انا مبسوط انك انضميت. حارس العين في الوقت ده اتكلم وقال: نادر هذا هو محفلك الثاني، عليك ان تقدم لنا قربان احد الطامعين، عليك ان تهدي للعين الذبيحة الاولى، ولك من العين ما تبغي وما تتمنى. لا طبعا لا طبعا، قاتل. احترس يا نادر من رفض أمر العين في محفلك الثاني، احترس. فجأة لقيت زاهر جري وخد الخنجر من الصندوق وحط الخنجر في إيدي وقال لي: أرجوك يا نادر، يا نادر أبوس إجرك، ملكش دعوة، أنا موافق. امسك يا نادر الخنجر، امسكه، نفذ المحفل بتاعك ونفذ المحفل بتاعك، كده كده احنا الاتنين محتاجين ننفذ ده. يا سيدي أنا موافق، أنا موافق. وأنا بقولك لأ يا زاهر، ريح نفسك، أنا مش هعمل ده يا زاهر. حارس العين قام وقف، ولقيت العين اللي في منتصف جبهته تحولت للون الأحمر الدامي. بصراحة منظرها مخيف جدا، وكل تركيزي معاها كان مفزع. فقت على صوت: بصيت قدامي لقيت زاهر مسك ايدي اللي مسك الخنجر وحرك ايدي بالخنجر ودبح نفسه عن طريق ايدي. انتوا مدركين اللي حصل؟ زاهر مسك ايدي وايدي مسك الخنجر وتحكم في ايدي ودبح نفسه عن طريق ايدي. حسيت بشعور رهيب غريب، ونصل الخنجر بيقطع شريان الحياة لزاهر. اتشلت عن الحركة ولساني اتشل عن الكلام، وزاهر ماسك ايدي وبيمشي نصل الخنجر على رقبته. مشهد لم يتعدى ثانيتين ثلاثة، لكني عشته لساعات طويلة
نافورة دم انفجرت من رقبة زاهر على إيدي وعلى هدومي وعلى وشي، وساب زاهر إيدي وقع على الأرض. فضل يتلوى في الأرض ويتنفض ورجليه تتفرد وتتني، وصوت غليظ وأجش بيخرج من حنجرته، وبحر دم بيسيل على الأرض حواليه، وأنا واقف مشلول وماسك الخنجر في إيدي وفاتح بقي على آخره. ما بنطقش، ما بتكلمش، وما بتحركش. بصيت ناحية الجالسين التلاتة اللي كان على وشهم ابتسامة كلها إشراق وكأنهم بيباركولي. أما عن حارس العين التالتة قعد من جديد وعينه رجعت للونها الطبيعي وقال لي: تم المحفل الثاني، أطلب تجاب. أنا ما قتلتش زاهر، مش عاوز حاجة منكم يا مجرمين يا قتلين القتلة. أنا ما قتلتوش، ما قتلتوش، هو اللي خد إيدي. أطلب تجاب. تحب نقتل كساب؟ تحب تبقى رئيس الجريدة؟ تحب تبقى شريك فيها؟ مش عاوز حاجة منكم، أنا همشي من هنا يا مجرمين. تحب نرجع لك هالة؟ مش ايه؟ بتقول ايه؟ هالة يا نادر. ترجعوها ازاي؟ دي ماتت. لا ما ماتتش، وانت عارف ده كويس وقابلتها بنفسك. يعني هالة ممكن ترجع تعيش وسطنا وتاكل وتشرب كده زينا؟ ايوة، وتشوفها وتخطبها وتتجوزها كمان. انا موافق موافق موافق. لك ما طلبت. انتبه، كلما توغلت اكثر كلما كان الانسحاب مستحيل، وكلما كان تنفيذ اوامر المحافل صارمة التنفيذ. والمرة الجاية محدش هيمسك لك الخنجر يا نادر. انا عايز اشوف هالة، هي فين؟ هالة موجودة دلوقتي في بيت عمتها في شارع الفجالة. مبروك مقدما يا نادر. ومع نهاية كلام الحارس حارس العين بدأ المحفل في الختام، وبدأ كل الموجودين يختفوا واحد تلو التاني، وشال احد الشباب اللزقة من على عينيا، ورجعت الأوضة عبارة عن خرابة على البلاط. خرجت أجري من قصر البارون وأنا مش بفكر غير في حاجة واحدة بس: هالة رجعت، هالة رجعت تاني. جريت في الشارع، وقفت تاكسي. أول ما السواق بصلي: في إيه يا أستاذ؟ مالك؟ أنت تقتلت ولا إيه؟ إيه الدم ده؟ بصيت لقيتني غرقان فعلا دم. قلت له: هو أنت شايف الدم؟ لا يا خفيف، شايف صلصة. وسع يا عم كده، انت هتدفعوا علينا منين؟ فتحت باب التاكسي وركبت وقلت له: طب لو ما وصلتنيش هخليك تحصله. هو مين؟ مالكش فيه، وديني الاقرب كشك وانزل هاتلي منه 3 ازايز مية، وإلا هتحصل اللي قبلك. حاضر حاضر يا بيه حاضر. السواق طلع بينا في رعب، وطول الطريق عمال يبص في المراية اللي قدامه ويبص عليا. طلعت التليفون بحركة سريعة لأن لازم أنقذ نفسي من موقف الدم ده، وجبت الكاميرا عليا وعليه وقلت: وفاز معانا في برنامج شهامة مصري السواق المصري المحترم اللي ما خافش ينقل حد مصاب للمستشفى. لا، وكمان كان هينزل يشتري له دواء ومية. نتعرف بيك. ها ها، أنا اسمي عز. احنا برنامج شهامة مصري، وانت طلعت شهم وفزت معانا ب200 جنيه. وقمت ماسح صباعي في القميص على الدم وحطته في بقي وقلت له: الدم ده صلصة، تحب تدوق؟ بذمتك ده شكل واحد يقتل فرخة حتى، بس انت فزت معانا علشان انت مشيت مع واحد احنا حابين نوصل للناس انك لو لقيت حد مصاب لازم تقف معاه. حرام عليك يا أستاذ، ده انت وقعت قلبي. بس على العموم انا مصري وشهم قوي قوي، وعلى فكرة انا كنت ممكن من غير ما تقول اوصلك لأي مستشفى. ده انا جدعانة بتجري في دمي،
بلك انت حضرتك في مرة في وليه وقفتني ايه وجوزها والراجل اتمكن منها هم معايا وقام هوب لطشها ورزعها بالقلم سكعها قلم على خلقتها. بلك انت يا استاذ انا بقى يعجبنيش الكلام ده. عارف انا عملت ايه يا استاذ؟ نزلت وهزقته وفضلت وراهم وقمت عازمهم على مانجا من معايا ومرضتش والله العظيم اخد الاجرة منهم. ما الواحد مننا لازم يبقى مصري وشاهم. وانا مبسوط ان انا طلعت معاك في البرنامج. ودخل الفيلم على عز ولقيته بيقول لي هتشوفه على قناه كام. قناه كام؟ ما علقتش. ووصلني للبيت ولا عدينا على كشك ولا غيره واديته الاجره واديته ال 200 جنيه الجايزه المزعومه. طلعت الشقه بسرعه محدش شافني لان الجو كان متاخر. دخلت ورميت الهدوم الغرقانه دم في الغساله وخدت دش دافي. الدم كان بينزل من على جسمي تقول يعني كأني دبح 20 بني آدم. دخلت أوضتي وفضلت قاعد أفكر في أحداث الليلة. مش عارف قعدت قد إيه لكني حسيت بألم في عينيا. حطيت إيدي على عيني ودعكت فيها وأنا بدعك عينيا سمعت صوت زي صوت حد بيضحك. بصيت حواليا في الأوضة مفيش حاجة. النور قطع كالعادة. حطيت إيدي على جيوبي علشان أطلع الموبايل مش لاقيه. فضلت ادور لحد ما لقيت علبة كبريت وولعت عود فنور ضوء بسيط يدوب مبين تفاصيل الأوضة حواليا. صوت الضحك اتكرر تاني. قمت وابتديت اتحرك لحد ما خرجت من الأوضة بتاعتي. اول ما خرجت سمعت صوت حد بيهمس بكلام ما عرفتش افهمه. ابتديت امشي ورا الصوت لحد ما وصلت عند باب الحمام. صوت الهمس الغير مفهوم وصوت الضحك. عود الكبريت اتطفى. ولعت واحد تاني وحطيت ايدي على الباب وفتحته. على ضوء عود الكبريت شفت واحد واقف وسط الحمام ومديني ظهره. كان ماسك حاجة بايديه الاتنين ومقربها من وشه لكني مش شايف هي ايه. الهمس لسه مستمر والضحك طالع من الحاجة اللي شايلها. قلبي بيدق جامد جدا ومش عارف اعمل ايه. ريحة وحشة مالية الجو خلتني كح. اول ما كحيت صوت الهمس وقف وتبقى صمت وهدوء رهيب. الراجل رفع راسه وبمنتهى الهدوء ابتدى يلف بالراحة كأنه مش قادر يدوس على رجله. اول ما لف شفت وشه. كان مين؟ كان زاهر. زاهر سنانه متكسرة وواقع معظمها. جلد وشه متاكل وبيخرج منه دود بيمشي على وشه. ولعت عود كبريت تاني. بصيت على ايده. كان ماسك كفن عليه تراب. لبسني الكفن يا نادر. لبسني الكفن يا نادر. لبسني الكفن يا نادر. عود الكبريت لسعني فرميته بسرعة وبقيت واقف في الضلمة مش شايف حاجة. طلعت عود كمان من العلبة وانا ايدي بتترعش وولعته. لقيت زاهر في وشي. صرخ صرخة بصوت عالي وقال بقولك لبسني الكفن يا نادر. لبسني الكفن. لبسني الكفن. بكرة الحلقة التالتة من نادر فودة العين التالتة الرواية المسموع. لقد عاد من جديد. ما كانش ينفع اروحش ما كانش ينفع اضرش. قتله الشغف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة من قلب الرعب. لا انا ما قلتش. لا ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة. نادر فودة من قلب الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة.